نوفمبر 19 بيبر 1 فارينت 1 والسؤال العشرين سؤال غاية في البساطة يا جماعة عن الهيت راديشن بيقول لي in countries where it's usually hot houses are often painted white ليه يا جماعة في المناطق الحارة يا جماعة البيوت بتبقى في الغالب مدهونة أبيض ببساطة يا جماعة لأن الدنيا حر والشمس طالعة فبالتالي يا جماعة الأبيض بيبقى جود ريفليكتور فلما أشعة الشمس تنزل يا جماعة يرفلكتها الناحية التانية فبالتالي كمية الهيت اللي توصل للبيت تكون أقل إذن الإجابة يا جماعة ببساطة white surfaces are good reflectors of radiant energy سؤال بسيط جدا يا جماعة عن الهيت راديشن ومباشر